لسه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، صدق الرئيس على 4 قوانين مهمه جدا. اولا قانون الاسكان الاجتماعي، وايضا دعم التمويل العقاري، وتعديل بعض احكام قانون حمايه الاثار، وقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقله، وايضا تعديل احكام قانون نظام السفر بالسكه الحديد، وقانون الهيئه العامه للتنميه الصناعيه. معايا على الهاتف الاستاذ النائب الاستاذ محمد فؤاد. الدكتور محمد فؤاد عضو لجنه الخطه والموازنه. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني النهارده كان في تصديق على اكتر من قانون، حضرتك يا ريت تكلمنا عنهم سريعا. اتفضل. النهارده القانون كان الاكثر يعني جدلا، كان القانون الخاص بعمليه تنظيم وحدات الطعام المتنقله. ايوه وطبعا القانون في مجمله امر جيد جدا، لان الموضوع ده كان بيمتاز بالصعوبة الصراحة بالنسبة لي، غياب قواعد التراخيص الموضحة لكل من رغب أن يرخص مثل هذه العربات. نعم. عمل تسهيل بالنسبة لعملية الوحدات المحلية بالنسبة لمنح التراخيص، منح إعفاءات لثلاث سنين من دفع الضرائب، ورتب حقوق الصراحة لكل من أراد أن يشتغل بهذا الموضوع، وخلق نوع من أنواع التنظيم الجيد جدا. قانون في مجمله منظم لعمليه لوائح السلوك والارشادات في وحدات الطعام المتنقل. كويس قوي. طب لو اتكلمنا عن قانون السكه الحديد، ازاي هيساهم في التخلص من فوضى السكه الحديد؟ يمكن عشان برضو اكون امين مع حضرتك ومع الساده المستمعين، يعني لم اكن مطلعا بشكل كبير على هذا القانون، ف ما يعني ليس لدي ما استطيع ان اضيفه بالنسبه لهذا القانون. طيب في قوانين اخرى حضرتك عايز تتكلم عنها اللي تم الاتفاق التصديق عليها النهارده؟ لا ما فيش. طيب بشكر حضرتك سياده النائب الاستاذ محمد فؤاد. ولسه كنا بنقول انه الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقله. حضراتكم عارفين انه دي كانت بتعمل مشكله كبيره لبعض الشباب اللي كانوا بيبقوا واقفين بعربيات اكل في اي منطقه، يعني مشروع صغير بيبتدوا بيه علشان يكملوا حياتهم. لكن شفنا قبل كده البنت اللي كانت عندها مشكله العربيه اللي كانت بتعمل سندوتشات، وجابها سياده الرئيس وحل مشكلتها. كويس قوي انه تم التصديق على هذا القانون علشان يحل المشكلة، ويبتدي أي شاب عايز يفتح أي مكان صغير للطعام يبقى سهل عليه، ويبقى الموضوع مقنن ومعروف ما له وما عليه. كاميرا 90 دقيقة نزلت الإسكندرية ورصدت عربيات المأكولات في الميادين، واللي ارتبط بيها الإسكندرية وغير الإسكندرية أيضا. نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونشوف قد إيه أنه سيادة الرئيس اهتم بالموضوع ده. فوجئ أهالي اسكندرية من حوالي سنتين بعربة صفراء اللون بتقدم الوجبات وبتعمل بالطاقة الشمسية، الهدف منها محاربة البطالة. كاميرا 90 دقيقة نزلت ترصد نتيجة مشروع عربة المأكولات، فوجئنا بالآتي. المشكلة بتاعتها إن هي طبعًا هي كانت في الأول مطروحة للمحافظ، بيبقى إيجار 7 جنيه في اليوم. بس الشركة اللي عملتها يعني هنقدر نقول بقى جشع طمع، ابتدوا ياخدوا مبالغ مغالى فيها جدا، وبيطالبوا الناس اللي هم اجروا منهم مبالغ طائله قوي، ما كانتش قد الشغل اللي هم بيشتغلوه. فحصلت كذا مشكله، فانفسخ التعاقد بينها وبين مجلس الوزراء ومجلس الشعب، اعتمد قرار ان في عربيات هتتعمل، الشخص هو اللي هيعمل العربيه بتاعته وهيقدم الطلب بالشكل بالصوره بتاعتها بالحاجه اللي هيقدمها منها والمنطقه اللي هيقف فيها. مجلس الوزراء ومجلس الشعب اعتمد قرار ان في عربيات هتتعمل،
الشخص هو اللي هيعمل العربيه بتاعته وهيقدم الطلب بالشكل بالصوره بتاعتها بالحاجه اللي هيقدمها منها والمنطقه اللي هيقف فيها، هيدفع مبلغ واللي كان مجلس النواب محدده من 500 ل 20,000. المبلغ ده بيتوقف على شكل العربيه، المنطقه اللي هيقف فيها، الحاجه اللي هيقدمها فيها، وهتدفع كل سنه وهياخد رخصه اشغال طريق بمثابه رخصه للعربيه دي، محدش هيقدر يضايقه، محدش هيقدر يتكلمه، ومفيش تحصيل رسوم تانيه. عربات الطاقه الشمسيه ولدت طاقه ايجابيه عند كتير من الشباب اللي عايز فعلا يشتغل. انا واقف بقالي بتاع 3 سنين هنا، ما قابلتش اي مشكله ولا من المحافظه، فياريت موضوع التقنين دوت اللي هم ينزلوه فعلا يبقى قانوني المشروع، عشان يعني هو مستقبل حلو فيه وليه دخل حلو لو في استمرار يعني باذن الله. هي كويسه جدا، وبعدين انت بتوفر عني كل حاجه، شاي وقهوه وانت قاعده، بيبقى حلوه يعني ليك بدل كافيه وبدل كده انت قاعده على البحر قدام الناس. عربات الطاقه الشمسيه في اسكندريه مصدر رزق لعدد لا باس به من الشباب، يا ريت نساعدهم بسرعه تقنين اوضاعهم واستغلال حماسهم كشباب في عمل شريف ومفيد. دنيا ابراهيم، 90 دقيقه، قناه المحور. وبكده مشاهدينا تكون اتحلت مشكلة عربيات الطعام المتنقلة، والشباب عرفوا لو أي حد عاوز يعمل المشروع ده هيروح وهيسأل وهيعرف قانون هذه العربيات المتنقلة وهيعرف الإجراءات المطلوبة منه والشروط، ويبقى مفيش مشكلة تاني لأي حد عايز يقف بأي عربية في أي مكان.